خطة إسرائيلية لتقسيم قطاع غزة لنصفين واشتباكات عنيفة في جنين ومخيمها بالضفة الغربية. الناتو يقر بصعوبة الوضع في أوكرانيا ويدعو أعضائه لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لكييف في أسرع وقت. ترامب يصف ملاحقته القضائية بالاضطهاد السياسي ومنافسته نيكي هيلي تصاعد لهجتها ضده وتقول إنه يزداد اختلالا. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع طريق وسط غزة يفصل شمال القطاع عن جنوبه. المصادر أشارت إلى أن الطريق هو جزء من مساعيها لإعادة تشكيل تضاريس قطاع غزة وسيسمح للجيش الإسرائيلي بحرية الحركة وإحكام السيطرة. كما أوضحت الصحيفة أن شق الطريق وتوسيعه يجري بالتزامن مع إنشاء منطقة عازلة بعمق كيلومتر داخل قطاع غزة. وكانت القناة 14 الإسرائيلية كشفت بدء الجيش بإقامة طريق مرصوف من شرق القطاع إلى غربه بهدف فصل شمال القطاع عن بقية أجزائه. مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد على شاشة العربية. المرصد السوري يؤكد وقوع انفجارات عنيفة جراء غارات إسرائيلية على مواقع في العاصمة السورية دمشق. أفاد مراسل العربية بتوغل القوات الإسرائيلية في منطقة المواصي في خان يونس والتي أعلنتها إسرائيل منطقة آمنة للنازحين، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية المتوغلة في المواصي قامت بعمليات تجريف وإطلاق نار باتجاه نازحين ومقر منظمة أطباء بلا حدود. وأعلن إعلام إسرائيلي عن مقتل جندي خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى منذ الهجوم على القطاع إلى 237 جنديا. وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن 3 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في حادثين آخرين منفصلين، 2 منهما في هجوم بصاروخ مضاد للدبابات في شمال القطاع والثالث في انفجار عبوة ناسفة بالجنوب. قبل ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أخلت أكثر من 30 مريضا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس والذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، مؤكدة قلقها على سلامة المرضى والطواقم الطبية الذين ما زالوا عالقين في الداخل. كانت المنظمة عبرت عن قلقها بشأن سلامة 130 مريضا وجريحا ونحو 15 طبيبا وممرضا داخل مجمع ناصر، محذرة من أن استمرار تعطل تقديم الرعاية للمرضى والمصابين يؤدي إلى مزيد من الوفيات. للمزيد متابعة حول الأوضاع الأمنية في غزة انضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل عربية أحمد حرب عبر الهاتف. أحمد، تطلعنا على مزيد من التفاصيل حول الخبر الذي أوردته عن عمليات تجري الآن في منطقة المواصي. نعم إبراهيم، هذه العمليات كانت في ساعات الليل. قامت القوات الإسرائيلية بشكل مفاجئ بالتوغل في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، قامت بأعمال تجريف واسعة النطاق، استهدفت عدد من المواطنين في تلك المنطقة، أيضا استهدفت مقر منظمة أطباء بلا حدود. هناك مقتل 2 من الموظفين وإصابة عدد من أفراد عائلاتهم في تلك المنطقة التي نزحوا فيها في منطقة المواصي. وصباح هذا اليوم الدبابات والقوات الإسرائيلية انسحبت من هذه المنطقة بعد أن جرفت عدد كبير من المنازل والأراضي الزراعية الفارغة في تلك المنطقة. هذا يأتي أيضا وسط ما زالت العمليات البرية في مدينة خان يونس مستمرة، خاصة في المناطق الغربية
هناك نسف لعدد كبير من المربعات السكنية، استهداف لعدد كبير من المنازل من قبل الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة، الاشتباكات أيضا على أشدها خاصة في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس بشكل كبير حسب ما علمنا من المصادر. بين وقت وآخر هناك اشتباكات تتجدد ما بين عناصر الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في المناطق الوسطى خاصة في مخيم دير البلح والنصيرات. هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل أسفر عن عدد كبير من الضحايا والإصابات. المناطق الجنوبية لمدينة غزة في حي الزيتون هناك عملية عسكرية أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ أمس، وبالتالي هناك عمليات توغل واسعة في حي الزيتون، هناك استهداف لعدد من المنازل. أيضا الاشتباكات حسب ما يقول أيضا ويعلن الجيش الإسرائيلي أنها كانت عنيفة جدا، هناك مقتل الاثنين من الجنود وإصابة عدد منهم أيضا في ظل المعارك الضارية التي يصفها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون. صحيح. على وجه الخصوص، وبالتالي هناك عمليات برية وتركيز إسرائيلي في مدينة خان. فقط قبل أن نختم معك نطلع على الأوضاع في ما يحدث الآن في مستشفى ناصر، مجمع ناصر الطبي، إلى أي مدى هناك معلومات، هناك ربما إمدادات تصل إلى داخل المستشفى في ظل الحصار الذي يخضع له؟ يعني نجحت منظمة الصحة العالمية ومن خلال بعثة إخلاء أكثر من 18 مريض حالتهم خطيرة جدا عبر سيارات الإسعاف إلى المشافي في مدينة رفح لتلقي العلاج والمتابعة، ولكن ما زال هناك أكثر من 118 مريض محاصرين داخل مجمع ناصر الطبي. هناك نقص في الأكسجين، توقف للكهرباء، انقطاع بشكل كامل للكهرباء، نفاذ للوقود. ما زالت هناك وفيات في صفوف المرضى، أكثر من 8 مريض توفوا نتيجة توقف الأكسجين في قسم العناية المركزة. هناك 3 أطفال خدج يصعب نقلهم إلى مشافي أخرى، وبالتالي حياتهم مهددة بالموت في ظل هذه الظروف الغير إنسانية. وبالتالي مجمع ناصر الطبي ما زالت القوات الإسرائيلية تفرض السيطرة وتحكم السيطرة عليه بشكل كبير، على الرغم من أنهم هناك محاولات من منظمة الصحة العالمية مع الجيش الإسرائيلي لإخلاء النازحين والمرضى، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد موافقة من الجيش الإسرائيلي على ذلك. والأوضاع في مشفى الأمل أيضا التابع للهلال الأحمر كذلك الأمر، هناك اعتقالات، هناك استهداف للطابق الثالث والرابع في أحد المباني أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات، وبالتالي الأوضاع صعبة في مشافي خان يونس خاصة في ظل السيطرة الإسرائيلية على مدينة خان يونس من كافة الجهات. شكرا لك أحمد حرب على كل هذه المعلومات، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة عبر الهاتف. تدلي الولايات المتحدة وروسيا بمرافعتهما في محكمة العدل الدولية اليوم للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وستدلي أكثر من 50 أو 50 دولة بإفادتها بهذا الخصوص خلال الجلسات التي تستمر لأسبوع في قصر السلام في لاهاي. وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني من القضاء إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين. في الضفة الغربية ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت جنين من كافة المداخل وسط شبكات مسلحة عنيفة. أيهم طايرين طايرين. الإصابة يعني فوت الإسعاف من حارة الدمج، تنزل عليهم نزول إن شاء الله. هاي عدوار الداخلية. أيهم
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة بضائع أمريكية كانت تبحر إلى ميناء عدن، وأن أحد الصاروخين انفجر بالقرب منها ما ألحق أضرارا طفيفة بها. من جهتها ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية. لاحقا أعلنت مصادر ملاحية وعسكرية لرويترز أن سفينة الشحن الأمريكية سي تشامبيون وصلت إلى ميناء عدن بجنوب اليمن بسلام بعد تعرضها لقصف حوثي. وقبل ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الحوثيين استهدفوا لأول مرة يوم الأحد الماضي سفنا حربية أمريكية بالصواريخ. وقال المسؤول إن الحوثيين استهدفوا عمدا السفن العسكرية الأمريكية يوم الأحد الماضي باستخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء هجوم وقع الأسبوع الماضي على خط أنابيب للغاز. أهلا بكم من جديد. اتهم وزير النفط الإيراني إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم على خطوط أنابيب غاز الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة تسنيم عن وزير النفط الإيراني قوله إن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي أدى لتوقف الإمدادات في مناطق جنوب غرب إيران. وكان مسؤول غربي أكد لنيويورك تايمز أن الهجوم يرسل تحذيرا صارخا من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل بإيران مع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل. هذه صور متداولة للانفجارات متتالية وعنيفة في العاصمة السورية دمشق، والتي قال المرصد بأنها غارات إسرائيلية. إذن هذه صور أولية للانفجارات التي نتجت عن غارات إسرائيلية تم تنفيذها في مواقع بالعاصمة السورية دمشق. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت. العراق كان أعلن الشهر الماضي بعد سلسلة من الضربات الأمريكية على جماعات مسلحة عراقية أنه اتفق مع واشنطن على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات وإنهاء مهام التحالف. إذن في التفاصيل الآن، وسائل إعلام سورية تؤكد أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق. إذن هذه الغارات الإسرائيلية تستهدف حسب وسائل إعلام سورية منطقة أو مواقع في كفر سوسة بالعاصمة دمشق. على كل حال، في نشرتنا أقر الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ بصعوبة الوضع ميدانيا في أوكرانيا. ستولتنبرغ دعا دول الناتو بما في ذلك الولايات المتحدة لتزويد كييف بالأسلحة في أسرع وقت ممكن، ووصف ستولتنبرغ تقدم روسيا في شرق أوكرانيا بالأمر الخطير، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية وجدت نفسها في هذا الوضع لأن حلفاء الناتو لم يتمكنوا من تزويدها بالذخيرة الكافية. من جانبه قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن الجنود الأوكرانيين يواجهون صعوبة بسبب نقص الذخيرة، وقال إن روسيا لا يمكنها السيطرة على جميع مناطق دونيتسك ولوغانسك هذا العام، وأنه من الممكن لأوكرانيا شن هجوم مضاد بداية العام المقبل بعد إنهاك القوات الروسية على حد تعبيره.
قبل ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية ستواصل التقدم في أوكرانيا للبناء على نجاحها في ساحة المعركة بعد سقوط مدينة أفدييفكا التي قال إن الجنود الأوكرانيين اضطروا للفرار منها في وضع فوضوي. أصدرت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أمرا بسحب قواتها عندما كانت بالفعل تغادر هذا الموقع بقدر ما أفهم، وكما أبلغني أندري نيكولايفيتش أول أمس أنه في حوالي الساعة 7 صباحا بدأ العدو في انسحاب فوضوي من هذا الموقع. والمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات الميدانية انضم إلينا من ماريوبل المراسل العربية رائد الأغبر. أهلا بك رائد، تضعنا في صورة آخر التطورات لديك. نعم إبراهيم، يعني لا زالت أفدييفكا هي المحور الأهم هنا في المعارك وفي هذه الأزمة مع اقتراب حلول عامين على انطلاق العملية العسكرية الروسية. بالأمس نقل حوالي 50 من يعني المدنيين الذين كانوا بقوا في أفدييفكا إلى بلدة قريبة من المدينة وهي تعتبر آمنة نوعا ما من أجل علاجهم ومن أجل العناية بهم. أيضا الجيش الروسي لا زال يجري عمليات التمشيط في المدينة من أولها إلى آخرها، حيث انسحاب القوات الأوكرانية، حيث البلدة التي تقع في الناحية الشمالية الغربية وقد تمركز فيها الجيش الأوكراني وهي لاستشكا. هذه البلدة يقول الجيش الروسي بأنه سيطر على أجزاء كبيرة منها وهي تشهد معارك ضارية وسط مطاردة مستمرة من القوات الروسية للقوات الأوكرانية المنسحبة. لكن كل ذلك يعني يجري وسط عمليات قصف أوكرانية على قلب مدينة دونيتسك. الأمس شهدت عدة رشقات صاروخية، شهدت إطلاق صواريخ هايمرز أيضا لصواريخ جراد مطورة في أوروبا. خلف قصف أمس 3 قتلى داخل المدينة و10 إصابات في مناطق مختلفة من المدينة. وبالعودة إلى أفدييفكا، فإن الجيش الروسي أعلن عن 2500 قتيل في عملية تحرير مدينة أفدييفكا كما يصفها أو السيطرة عليها، والحديث عن أكثر من 1000 أسير. بالأمس علم بأنهم وجدوا تحت الأنفاق حوالي 200 جثة قام الجيش الروسي بدفنها حسب المصادر العسكرية. هناك لا زالت جيوب من القوات الأوكرانية تتمركز في مناطق مختلفة حسب المصادر العسكرية وليس حسب وزارة الدفاع. هنا نتحدث إبراهيم، لا زالت جيوش تطلق النار بين الفينة والأخرى، بين الساعة والأخرى، تتمركز في مناطق مختلفة من المدينة وعمليات التمشيط مستمرة رغم سيطرة الجيش الروسي على المدينة. القصف أصبح ينطلق من القوات الأوكرانية من منطقة نيويورك التي تقع بعد أفدييفكا في الناحية الشمالية والشمالية الغربية، ولا زالت القوات الأوكرانية تكمل عملياتها العسكرية، وذلك ما دفع الرئيس الروسي ووزير الدفاع للحديث عن استمرار العملية العسكرية والتقدم في الناحية الغربية. شكرا جزيلا لك إذن رائد الأغبر، كنت معنا من دونيتسك مراسل العربية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. أيام تفصل أوكرانيا عن الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية عليها، وقبيل الذكرى الثانية حققت روسيا ما قالت إنه أحد أهم المكاسب لها بعد سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا، المدينة التي دافعت عنها أوكرانيا منذ ما يسمى بأزمة القرم سنة 2014. بسط الروس سيطرتهم الكاملة على أفدييفكا أحدث ضجيجاً لدى السلطات الأوكرانية التي أرجعت أسباب ذلك إلى عجز الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية اللازمة بشكل فوري ومنتظم في الآونة الأخيرة بسبب عراقيل من الكونغرس الأمريكي، إذ تعد واشنطن أقوى الداعمين لكييف عسكرياً منذ بداية العملية العسكرية لغاية أواخر أكتوبر من السنة الماضية، مساعدات تجاوزت قيمتها 76 مليار يورو، كما تمكنت كييف من الحصول على 28 مليار يورو من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها، ما
مع تعهد بتسلم أكثر من 21 مليار يورو إضافية لهذا العام وفقا لوثيقة أممية. كل هذه المساعدات لأوكرانيا قابلها تفوق بري وجوي للروس الذين سبق وأن أعلنوا السيطرة على باخموت قبل أشهر من الآن بعد معارك ضارية دامت 7 أشهر، لتعود موسكو وتعلن إحكام قبضتها بشكل كلي على مدينة أفدييفكا رغم كل الدعم العسكري الذي حظيت به أوكرانيا على مدى السنتين الماضيتين. يواصل الجيش الروسي تقدمه ويشن عدة هجمات قرب مدينة رابوتين الواقعة في منطقة زابوريجيا بغية التوسع أكثر إلى ما بعد أفدييفكا. إذن مشاهدينا، بالعودة للأخبار العاجلة، يبدو أنه حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وما أكده للعربية بأن المبنى المستهدف في دمشق يتردد عليه قياديون في حزب الله والحرس الثوري وأن العملية كانت عملية اغتيال. على كل حال، مزيد من التفاصيل حول هذه العملية انضم إلينا رامي عبد الرحمن من كوفنتري، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ربما بعد قليل. على كل حال، نشاهد هذه الصور التي وصلتنا للتو لآثار هذا القصف الإسرائيلي. المرصد وصف هذا القصف بأنه قصف عنيف، وبعد قليل أكد أنه استهدف مركزا يتردد عليه قياديون في حزب الله والحرس الثوري وأن هذه العملية هي عملية اغتيال. وسائل إعلام سورية أكدت أن العملية تمت في منطقة كفر سوسة في العاصمة السورية دمشق دون تأكيد الأنباء التي تتحدث عن أنها عملية اغتيال حسب ما ورد من المرصد السوري للعربية. إذن هذا المبنى الذي تم استهدافه حسب التقارير التي وردت وتأكيدات المرصد السوري هو مبنى كان يضم قياديين في حزب الله والحرس الثوري، وأن هذه العملية الإسرائيلية كانت تهدف لاغتيال شخصيات موجودة في هذا المبنى. سبق وأن نفذت إسرائيل عمليات اغتيال لمسؤولين في حزب الله وقادة إيرانيين داخل الأراضي السورية وأيضا اللبنانية، وهذه ربما حلقة جديدة في سلسلة عمليات تنفذها إسرائيل داخل سوريا، والآن تستهدف منطقة في العاصمة السورية دمشق. على كل حال، هذه الصور من جديد نشير مشاهدينا إلى أنها الصور الأولية لعملية الاستهداف. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل في حال ورودها عن المستهدف وما إذا كانت هذه العمليات تسببت في مقتل أحد. على كل حال، الآن لا أدري إذا كان رامي عبد الرحمن جاهز. إذن رامي عبد الرحمن ليس جاهزا معنا إلى الآن، لكن سنفيدكم بمزيد من التفاصيل حول هذه العملية حال توفرها. لكن ما نعرف الآن بأنه هذه عملية تمت في العاصمة السورية دمشق. الإعلام السوري قال بأنها استهدفت منطقة كفر سوسة في العاصمة السورية، والمرصد السوري أكد بأنها عملية اغتيال واستهدفت مبنى في دمشق يتردد عليه قياديون في حزب الله والحرس الثوري الإيراني. نهاية النشرة، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.